السلام عليكم. نشرح اليوم الفرق ما بين المنخفضات الجوية وحالات عدم الاستقرار الجوي، لا سيما أن عدم الفهم في هذه المصطلحات يسبب بعض الإرباك في طبيعة فهم النشرة الجوية وما قد تفرزه الحالات الجوية. تتشكل المنخفضات الجوية في مناطق معينة وتنتقل من منطقة لأخرى بشكل منتظم، حيث تجلب معها ظواهر جوية معينة مثل الأمطار والرياح القوية وانخفاض في درجات الحرارة. فمثلا عندما يؤثر منخفض جوي على منطقة في الأردن أو يقترب من الأردن، فإنه ينتقل من منطقة أخرى ويمكن مشاهدته عبر صور الأقمار الاصطناعية منتقلا مثلا من وسط البحر المتوسط إلى شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة. تترافق هذه الظواهر الجوية بانتظام في طبيعة حركتها، فمثلا تهطل الأمطار بداية في الشمال ثم تنتقل إلى الوسط ثم تنتقل إلى المناطق الجنوبية من المملكة على سبيل المثال. هذه بالنسبة للمنخفضات الجوية. بالنسبة لما يسمى بحالات عدم الاستقرار، تتشكل بطريقة مختلفة. في منطقة جغرافية معينة يتلاقى هواء ساخن ودافئ من طبقات الجو السفلى مع هواء بارد من طبقات الجو العليا، مع تواجد بعض التيارات الرطبة المتوفرة في الغلاف الجوي ينشأ ما يسمى بحالة من عدم الاستقرار الجوي. هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى تشكل ما يسمى السحب الركامية. هذه السحب الركامية تنمو بشكل رأسي إلى طبقات جو عالية وتكون سميكة في الارتفاع، وتؤدي إلى حدوث 4 أو 5 ظواهر جوية أساسية. الظاهرة الأولى أن هناك عواصف رعدية وصواعق وبروق قد تكون قوية. الظاهرة الثانية هطول أمطار شديدة غزيرة وقد تكون في فترة زمنية قصيرة. الظاهرة الثالثة هو حدوث ما يسمى بالرياح الهابطة والرياح الشديدة. الظاهرة الرابعة هو حدوث العواصف الترابية والرملية. والظاهرة الخامسة نقول زخات من البرد ذات الحجم الكبير أحيانا والذي قد يؤدي إلى بعض الأضرار. كل هذه الظواهر تحدث إثر فقط تشكل هذه السحابة. والحالة الاستقرار تؤدي إلى تشكل هذه السحب في نطاقات ضيقة جغرافيا وليست شاملة كالمنخفضات الجوية. فمثلا في هذا الرسم قد يكون في أعلى الجبل هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي، بينما في الجزء الثاني من الجبل أو الواد هناك أجواء مستقرة تماما، هذا في حالة عدم الاستقرار الجوي. بينما في المنخفضات الجوية تنتقل الأمطار من أعالي الجبل إلى الجزء الثاني من الجبل في خلال تأثير هذا المنخفض الجوي. أتحدث إليكم في الفيديو القادم عن كيفية تشكل السيول والتي في العادة تتشكل كنتيجة لحالات عدم الاستقرار الجوي أكثر من المنخفضات الجوية.